السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو اللي فات وصلنا لهذا الشكل من التيمبلت ديالنا، وفي هذا الفيديو غادي نكملوا التيمبلت ديالنا واننا غادي نشوفوا السيكشنات اللي باقيين لنا. كما كتلاحظوا اننا في هذا الفيديو غادي نبنيوا هذا السيكشن، كما كتلاحظوا انها عبارة عن اش؟ عبارة عن سيكشن عندها واحد الباك جراوند وعندها واحد اتش 3 هنايا وعندها واحد رباط الايماج، يعني عندها ايماج مضروبة في رباط ونفس الايماج مزيان. هاد الايماج فاش كاينه؟ كاينه في وسط واحد الديف مزيان. وبما اننا شنو قلنا قبل، اننا كنعرفوا ان الايماج ديسبلاي ديالها عبارة عن ان لاين بلوك، يعني خصك تحطها في واحد العنصر بلوك اللي هو الديف، يعني بما ان الديف عنصر بلوك يعني غتحط في وسط منه، غتحط في وسط منه هاد الايماج، يعني هاد الايماج كل وحدة منهم محطوطة في وسط واحد الديف مزيان. هانتوما كما كتلاحظوا، يعني دابا شنو خصنا؟ خصنا الجيف الكبير اللي كيحتوي العناصر كاملين. هنا كنلاحظوا انه عندنا واحد الكونتينر بما انه ما بانينش من اللي وطاع الصفحه، وان هاد الايماجز محطوطين في اش؟ محطوطين في واحد العنصر بلوك مزيان، وهاد العناصر وهاد اربع جيفات كاملين محطوطين في وسط هاد الجيف، يعني هادو كاملين محطوطين في وسط هاد الجيف اللي تعتبر هو البارنت ديالو، وهذا هو البارنت الكبير، وهذا عباره عن اتش 3 يعني مزيان. دابا اجي نمشيو للكود ديال الاتش تي ام ال ديالنا، اجي نكوبيو الاول هاد التكست هذا تريستيد، اش نسميوه تريستيد مزيان، نسميوه السكشن كامل تريستيد مزيان. اش نجيو لهنا غنعطيه كومنت تريستيد مثلا، تريستيد يعني مزيان. مزيان نقول له هنا تريستيد، مزيان. غادي نشوف في الداخل ديالو غادي نشوف واحد تيف يساوي تريستيد، يعني كلاس تريستيد مزيان. غادي نجيو قلنا كونتينر اللي بنينا اللي فايت لينا بنينا، بما ان الكونتنت ديال اللي كاين في وسط التريستد ما باديش مناش، ما باديش من اللي هو تاع الصفحه، لا عنده واحد البادينغ من اليمين وعنده واحد البادينغ من اليسار مزيان. هنا يعني قلنا عندنا واحد اتش 3 مزيان، نشوف مثلا كلاس تايتل وغادي نسخو فيه التكست ديالو مزيان. قلنا عندنا واحد ديف اللي فيه اش؟ اللي فيه التصاور كاملين، يعني غادي نسميوه اش؟ غادي نسميوه تريستد ايماجز مزيان، تريستد ايماجز مزيان. عندنا الاخر اللي في وسط منه اللي كيحتوي كل تصويره، يعني ايماج غادي نسميوه ايماج وحده مزيان. في الداخل ديالو غادي نديرو ايماج، يعني شنو كنقصد؟ هو انه عندنا الجيف الكبير هادو كما كتلاحظوا، عندنا الجيف الكبير مزيان هذا هو عندنا تويستد ايماجز، وعندنا الجيف الصغير اللي هنايا اللي معاود بعض المرات هانتوما كما كتلاحظوا، وانه في الداخل ديالو هاد الايماج، يعني هادشي اللي كان جا دابا هنايا مزيان. يعني غادي نجي لهنايا غادي نقول له الايماج، غادي نمشي للفولدر اللي هو ايماجز، غادي نمشي لهنايا غادي نهز التصويره اللي سميتها تويستد مزيان. هاد الالت اشنو هو الدور ديال الالت بالنسبه للناس اللي عارفين الاتش تي ام ال؟ الدور ديال الالت هو انه اذا طرا شي مشكل في الايماج وما خدماش او انه ما لقاش في هذا الفولدر، هو انه تيطلع ليه تيكست اللي كتكتب ليه هنا في الايماج في سميتو في الالت. يعني غادي نقول ليه مثلا ايماج واحد، يعني مثلا طاش شي مشكل في هذا الايماج طلع ليه هذا ايماج واحد مزيان. احنا هنا شحال من مره قلنا؟ اربع المرات، يعني غادي نعاودوها اربع المرات مزيان. اجي نشوفوا الشكل ديالنا، والله مزيان. هانتوما كما كتلاحظوا قلنا انه خاصنا سي اس اس مزيان. دابا غادي نمشيو للسي اس اس ديالنا، غادي نجيو هنا واحد الكومنت غادي نسميو مثلا تريستد، يعني السيكشن اللي سميتو تريستد مزيان. غادي نجيو هنا واحد الكومنت سميتو تريستد مزيان. دابا شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا ان تريستد عنده هذا الباك جراوند، يعني خصنا نمشيو نجيب بدا الكالر ديالو. ها هو كما كتلاحظوا هنا باك جراوند كالر اف 7 اف 7 اف 7 مزيان. يعني غادي نمشيو لهنايا غادي نمشي عند كلاس اللي سميتو تريستد مزيان، غير بشوية اللي سميتو تريستد، غادي نقول ليه الباك جراوند، الباك جراوند، الباك جراوند كالر ديالك شنو؟ ديك اللي نسخنا من تما. غادي نمشي واحد الباجينغ من الفوق ومن التحت 40 بي اكس ومن اليمين واليسار زيرو، بما انه عندنا كونتينر مزيان. اجي نجيو السيف ونلاحظو هانتوما كما كتلاحظو. دابا شنو خصنا؟ خصنا التكست نجيبوه للوسط، يعني شفت عشينا عشينا كلاس يساوي تايتل، يعني غادي نمشيو ندخل لهاد تويستد غنقول ليه دوت تايتل مزيان. مالو تيكست الاين ديالو، تيكست الاين ديالو اش سنتر،
وغادي نصغرو ونقول لي فونت سايز ديالك مثلا نقول لي مثلا 18 بي اكس. ها انتم كما كتلاحظوا اجي نشوفوا. ها انتم اش كنلاحظوا حنايا هنا هو انه في التايتل عنده واحد المارجين بوتوم هنا مزيان، يعني هي اللي خصنا نديرو انه عاد شي واحد المارجين بوتوم بينه وبين التصاور. يعني غادي نمشيو عنده ونقولوا ليه المارجين، مارجين بوتوم ديالك اش بنقول لي مثلا، نقول لي مثلا 40 بي اكس اش نشوفو كي غادي يبان. انتما كما كتلاحظوا دابا باقي لنا التصاور، التصاور جايين حدا بعضياتهم وجايين بواحد المسافات اللي متساويه. هنايا ما غنخدموش حنايا الفليكس، لا غادي نخدموا الجريد بما انه جايين بواحد المسافات متساويه مزيان. يعني كيفاش كنخدموا الجريد؟ هادشي راه كواحد كتعرف انت السي اس اس راه غتكون عارفها. يعني غادي نجيو عند، غادي نجيو عند تريستد ايماجز، يعني اللي فيه التصاور كاملين ايماجز مزيان. غادي نقول لي ديسبلاي ديالك اش، ديسبلاي ديالك اش جريد مزيان. وغادي نقول لي الجريد تمبلت كولوم يعني الاعمده مزيان شحال، غتقول لي ريبيت شحال مره باش يعاودوا، شحال مره عندنا حنايا عندنا اربع المرات. وغتقول لي واحد فرانكشن، يعني شنو كيعني بواحد فرانكشن؟ هو انه غيتيهم كاملين واحد العرض اللي متساوي، يعني كاملين غيتيهم واحد المساحه متساويه. يعني فرانكشن هي وحده كتخدم بها الجريد مزيان. دابا اجي نجيو السيف ولاحظوا ها انتم كما كتلاحظوا مزيان اش نعطيهم واحد المسافه بيناتهم. نقول لي مثلا كاب مثلا 15 بي اكس مزيان. ها انتم كما كتلاحظوا اننا وصلنا لنفس الحاجه اللي هنايا. شنو كنلاحظوا حنا هنايا؟ كنلاحظوا انه هاد سميتو هاد النافبار عباره بوزيشن ديالها فيكسد، ولكن حنايا مثلا نديرو هنايا عندنا حنايا تلاحظوا ان النافبار عندها تغبر، يعني خصنا نمشيو للنافبار. اجيو طبعا نطلعو النافبار نشوفو واحد البوزيشن فيكسد، اجيو نطلعو النافبار ديالنا فين هي بانر، بانر بانر كونتنت مزيان هنايا هيدر بانر هيدر زد زد هيدر زد هنا 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 هيا. غادي نقول ليه ماشي البوزيشن ديال كرياتيف، غنقول ليه فيكسد مزيان. غنقول ليه الطوب مثلا زيرو ومن جهة الليفت زيرو. غنقول ليه مثلا الويت ديالك، بما اننا عرفنا انك كيعطيك البوزيشن فيكسد ضروري تقول ليه ويت 100% حتى شي تقلص الويت. غنقول ليه 100%. وغادي نقول ليه، غنقول ليه زد اندكس واش الطبقات، يعني نظام الطبقات تكون هي اكبر طبقة واش ما تجي حتى حاجة فوق منها. نقول 9993 اجي ولاحظوا ها انتم كما كتلاحظوا انه ولات عندنا فيكسد، عندها خطا نسكروليو انه ولات فيكسد. اش نكبر البازينغ ديال هاد البانر فين هي البانر، البانر 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 اش نقول لها مثلا 300 بيكس عندهم كما كتلاحظوا. وبهكا كنكونوا سالينا الديزاين ديالنا، وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفاده، ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.